السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في النشرة الرياضية. يشارك فريق خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة للمحترفين لتمثيل مملكة البحرين في نهائيات بطولة القتال النهائية، والتي ستستضيف منافستها مدينة لاس فيغاس في ولاية نيفادا في الولايات المتحدة الأمريكية في 11 من ديسمبر الجاري. وتعتبر المشاركة في هذه البطولة فرصة للتأكيد على حضور البحرين في هذه الرياضة العالمية. تقدم فريق الملكية للمركز السابع في دوري الدرجة الأولى للكرة القدم بعد فوزه على الرفاع الشرقي بهدف دون مقابل في الجولة السادسة من المسابقة. هدف المباراة الوحيد جاء بإمضاء اللاعب علي السيد عيسى من ركلة جزاء في الدقيقة 47. علي السيد عيسى بيتحرك بشوت، جول 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 لصالح فريق المالكية من ركلة جزاء عن طريق. كما حقق فريق السترة فوزه الثاني هذا الموسم بتغلبه على فريق الحلا بهدفين نظيفين سجلهما المحترفان القرقسستانية عصمت وتشيلي ليوناردو، ليرفع الفريق رصيده إلى 8 نقاط متقدما إلى المركز الخامس بفارق الأهداف عن فريق الرفاع الشرقي والمالكية، فيما ظل الحلا على نقاطه 6 في المركز الثامن.